السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم باليمن والبركات. أتمنى أنكم دائما تكونوا سعيدين ومبسوطين وفي كل صحة وعافية. على فكرة اليمن والبركات نفس المعنى. الفيديو اليوم كيف أتنقل في مكة، وهو مجموعة من الفيديوهات خصصناها في جزئية معينة أو في نقطة معينة، وهي كيف أتصرف أو كيف أتنقل عندما أخرج من الحرم المكي الشريف. فيديوهات سابقة تحدثنا عن منطقة أجياد مثلا، على فكرة أجياد وأجياد نفس المعنى، على ثلاثة محاور، وهي أجياد ريع بخش وأجياد السد وأجياد نفق سوق الصغير. أنا بحاول أشري بيدي كي يستقيم المعنى وتجذب المعاني من الذاكرة القريبة، الذاكرة العشوائية. اليوم سنتحدث عن منطقة أو شارع اسمه الغزة. الغزة، شارع الغزة معروفة أو منطقة الغزة معروفة، وهي منطقة قديمة في مكة يصل إليها الحاج أو المعتمر أو الزائر عندما ينتهي من العمرة. العمرة أو السعي طبعا بشكل عام. العمرة ما هي؟ هي طواف حول البيت، حول الكعبة المشرفة، والسعي في الصفا والمروة، هذه هي العمرة. فعندما ينتهي الزائر ينتهي أين؟ ينتهي في المروة، ويخرج يمشي مسافة تقريبا أقل من 10 دقائق وهو سيكون في الغزة، لأن مسافة المشي هذه كلها ضمن التوسعة ولا يوجد فيها سيارات أو وسائل نقل، فلا بد أن يمشي 10 دقائق ليصل إلى بداية شارع الغزة ويبدأ يفكر أو يقرر كيف يتنقل. أو ممكن يكون في الغزة أو قريب من الغزة، يكون استأجر أو وكالة السفر أو مكتب العمرة أو الحج استأجر لهم مكان قريب من الغزة وفي ذلك الاتجاه. الغزة عموما تقريبا في شمال المسجد الحرام. طيب، هذه الحالتين أو حالات أخرى، المهم أنت موجود في الغزة كيف نتصرف. الغزة عموما مناطق منطقة الحرم أو حول الحرم بعد الصلوات الخمسة، في وخصوصا في نهايات الأسبوع أو في أيام المواسم، مواسم العمرة، رمضان أقصد، والحج طبعا قمة الذروة، تكون مزدحمة لخصوصية المكان، يعني ملايين من الأشخاص ومئات الألوف من الأشخاص يدخلون ويخرجون في نفس الوقت، فتكون مزدحمة. لا أقول الغزة فقط، تقريبا جميع أنحاء أو ما حول أو ما يحيط بالحرم المكي الشريف. أعيد أفكاري، أو لا أريد أن أقول نصائح، إنما مجرد أفكار، كل شخص له حرية الاختيار. سنشاهد طبعا الآن الغزة. عندما تخرج إلى الغزة أو أي منطقة حول الحرم تتنقل، فأي خروج من أي منطقة في الحرم لابد كما ذكرنا أن نفكر ونركز قليلا أين أقف. الشوارع المؤدية إلى الحرم في بعض أيام السنة تكون الشوارع مزدحمة وتتطلب من قائد السيارة مجهود كبير، وعليه البعض يشتكي من ارتفاع أسعار استئجار التاكسيات. لذلك نصحت بأن تختار المكان الذي تقف فيه، وكذلك شرحت في منطقة أجياد السد أو أجياد ريع بخش أو نفق سوق الصغير أين تقف، بحيث تتلاشى أو تتجنب موضوع أن يكون قلة في العرض. معروف مبدأ عام العرض والطلب، هذا معروف. ونفس الشيء سيكون في الغزة، أين تقف، أين تأخذ تستأجر السيارة. النصيحة الأخرى، أنصح دائما باستئجار أو طلب كريم وأوبر. البعض ما يعرف كريم وأوبر. كريم وأوبر شركات أو نقول تطبيق أو برنامج، هو مصطلح عليه تطبيق، هو برنامج تطبيق، المهم يتم يعني تنزيله في الموبايلات وعن طريقه يتم طلب السيارات الأجرة أو التاكسيات، كما يتم طلب مثلا ديليفري على قولهم الغداء أو العشاء وإلى آخره. هذه تطبيقات موجودة طبعا، شركات عالمية عملت التطبيق هذا على أساس يتم
استئجار السيارات من خلال التطبيق هذا والبرنامج هذا. أيضا حتى لو أردت أن تطلب هذا الأوبر أو الكريم يجب أن تعرف أين تقف. هذه النقطة اللي هي مهمة لكي يكون في توازن، أنت تقف في مكان يكون فيه توازن بين العرض والطلب. لا عادة يخرج الإنسان يعني متعب ويريد بشكل مستعجل أن يستأجر سيارة وينطلق، عندها طبعا كل خدمة ولها مقابل. ما أعرف، نحن هذه الأمور لا نستطيع أن نقتنع بها البعض، يعني مننا لا أدري لماذا يريد قمة الخدمات أو فول أوبشن زي ما يقول فول خدمات كاملة وسعر مخفض. طبعا كلنا نريد هذا الشيء، ولكن يعني لابد يكون في منطق. النقطة الثالثة، إلى أين تريد أن تتوجه بحيث لا يكون وقوفك، عفوا وقوفك ما حسوي مونتاج، وفوقك بحيث يكون وقوفك. أحيانا البعض يكون يريد أن يتجه إلى جدة ويقف في الشارع المقابل وهو الاتجاه مثلا إلى طائف أو العزيزية أو إلى آخر، يعني على سبيل المثال. يعني يتطلب في هذه الحالة أن يأخذ دورة كاملة صاحب سيارة الأجرة أو التاكسي، ومما يعني أنه سيكلفك من الناحية المادية. الثلاث نقط هذه نركز فيها، ولأن أنا وقفت طبعا توقفت قبل الغزة بقليل، ما أعرف إيش بنا نحن الغزة أنا توقفت قبل الغزة بقليل من أجل نعيد الشرح قليلا. الظاهر أخذنا 5 دقائق في الشرح، نكمل الشرح في الغزة إن شاء الله. أي نعم، هذه هي منطقة الغزة عند التفاف الباص أمامنا. يصل إليها كما ذكرت قبل قليل إما يكون ساكن في الجوار أو من ينتهي من العمرة ويريد الزائر أن يستأجر سيارة. طبعا النقطة التي تشاهدون فيها ليموزينات، نحن نقول عليها ليموزينات اللي هي التاكسيات، وعادة التاكسيات في السعودية اللي هو اللون الأبيض وفوقها لوحة مكتوب عليها تاكسي أو أجرة، هذه هي اللي انتم شايفينها. طيب هذا المكان أقرب مكان أو أول مكان. طيب هذا المكان اللي شفناه بداية شارع الغزة عادة يكون طبعا مزدحم بالسيارات الأجرة والسيارات الخاصة. هنا يكون في نوع من عدم التوازن بين العرض والطلب، أضف إلى ذلك الازدحام الشديد. الخيار لك، تريد أن تستأجر سيارة من هذه المنطقة، سيارة أجرة أو تاكسي، ممكن ممكن الخيار لك عموما، لكن تنبيه، إذا طلبت سيارة أوبر أو كريم قد لا يستطيع الوصول إلى هذه النقطة، لأنه المرور يلجأ إلى أحيانا إغلاق بعض الشوارع لكي يعزل المشاة عن السيارات أو الآليات المتحركة. سنوات ونحن نعرف يعني في مكة من سنوات طويلة دخول السيارات قد يؤدي خدمات معينة، ولكن يسبب التماس وتماس بالتماس تماس بين المشاة والآليات، وفي يعني المهم في النهاية وصلوا إلى أنه لفترة معينة من بعد الصلاة أو قبل الصلاة يتم إغلاق الطريق بعد الطرق المودية إلى الشوارع الرئيسية، بحيث يتم عزل الحجاج عن أو الزوار عن أو ضيوف الرحمن عموما عن. أيوة أنا أقول هذا إيش الشيء الأسود اللي مدلدل، عن الآليات. طورنا الكلام، ركز في هذه النقطة، قد لا يستطيع الوصول إليك. تستأجر تاكسي من الأماكن اللي موجودة هناك. النقطة المهمة الأخرى أذكر فيها، أين تريد أن تتوجه. عادة المعتمرين يتم يعني قرارهم يكون إيقاف السيارة عند القدوم إلى مكة في مواقف كدي، تعرف مواقف كدي لها فيديوهات سابقة، وينتقل من مواقف كدي إلى الحرم إما عن طريق الباص أو عن طريق سيارة الأجرة والتاكسي. إذا كانت خدمات الباصات موجودة فالأفضل أن ترجع ثاني مرة من المروة إلى جهة يعني إلى جهة باب الملك عبد العزيز، إذا كان يعني في مجال أفضل أنك ترجع وتأخذ وتخرج يعني من باب الملك عبد العزيز وتهبط إلى نفق سوق الصغير وتأخذ الباص إلى
مواقف كدي، هذه في حالة مواقف كدي، ما عرفت ترجع، زحمة إلى آخره، ظروف معينة، أردت أخذ تاكسي من هنا من هذه المنطقة التي أشرت إليها قبل قليل. أيضا طبعا شوفوا الآن الطريق هذا، طبعا نحن الحرم الآن خلفنا، يوجد طبعا طريق يمين من هنا، من هنا إلى طريق الدائري الثاني، ويوصل إلى مواقف كدي، وقد يكون أحيانا مغلق، فبالتالي يضطر السائق الأجرة والتاكسي إلى التوجه إلى عن طريق يعني عن طرق أخرى يطول الشرح الآن. هكذا إلى الأمام منطقة طبعا مسجد الجن والمعابدة والجميزة، اليسار الجعفرية، اليمين الجميزة، ثم المعابدة بشكل مستقيم جدا. ف أين تريد أن تتوجه؟ هذه نقطة مهمة. طيب نرجع تاني نكمل. الأفضل أن المشي قليلا. أنا أوقف التصوير لكي أخذ وقت. طيب المشي قليلا إلى تحت كوبري اللي هو الدائري الثاني. طيب وتشوفوا الأنفاق هناك بحيث أخذ فكرة يعني، والمباني هذه والفنادق هذه. في تحت الكوبري أو تحت الجسر يوجد حاجز قد لا يستطيع وصول صاحب سيارة الأوبرا والكريم الدخول من هذه المنطقة. عادة قبل الصلاة يتم إغلاقها، فيتوجب على من يريد أن، أو الأفضل اللي يريد أن يأخذ سيارة أوبرا والكريم، أن يأتي إلى هذه النقطة هنا تحت كوبري الدائري الثاني. طيب شوف، يفرق معاكم قلبنا عامية، يفرق معاكم توقف هذه الناحية أو هذه الناحية. دحين نكمل مع بعض دقيقة. طيب الآن طبعا فوق تحت كوبري الدائري الثاني، عادة السيارات تكون هنا متوفرة، وسائل النقل، التاكسيات إلى آخره، ويكون أيضا يوجد ازدحام، ولكن نوعا ما يوجد توازن بين العرض والطلب. طبعا هذا مسجد الجن، عفوا مسجد الشجرة. النقطة أين تريد أن تتوجه؟ مثلا تريد أن تتوجه إلى جدة، فما تقف هنا، تقف في الشارع الآخر. قرائط جوجل ما خلت لأحد شيء، نركز شوية يعني، نوقف هنا في الناحية اليمين أفضل، لأنه من هذا الطريق الشرح يطول. المهم تريد أن تتوجه إلى منطقة المعابدة والجميزة وإلى آخره، الطائف أو إلى آخره، من هنا ممكن الأفضل. تريد تتوجه مثلا سكنك في التيسير أو النزهة أو إلى آخره، من تقف في الشارع المقابل هناك. بس دقيقة، أتمنى تكون الصورة وضحت ولو يعني نوعا ما. أنتظر أسئلتكم طبعا واستفساراتكم، اقتراحاتكم إلى آخره، أفكار سريعة، لأني لاحظت أنه الوقت طال مخافة الملل. الأفضل تريد أن تتوجه إلى منطقة مواقف كدي، تخرج من جهة باب الملك عبد العزيز جياد، العزيزية أيضا من باب الملك عبد العزيز جياد، حسب المنطقة التي تريد أن تتوجه إليها. الأفضل أن يكون وقوفك أو خروجك من بوابة الحرم، ثم نحدد أين نقف. طيب إن شاء الله تكون الصورة اتضحت. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.